مشاهدينا دلوقتي مع موجز لأهم الأخبار مع محمد تفضل يا محمد شكرا شازلي التاسعه صباحا بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضروره انهاء الماساه التي تواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزه بشكل فوري لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل دولتين جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس سيسي من نظيره البلغاري رومن راديف وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة حيث استعرض الرئيس سيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ للمساعدات الإنسانية من جانبه ثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية اكد مصدر رفيع المستوى ان مصر جددت تاكيدها لجميع الاطراف المعنيه على عدم قبولها اي تواجد اسرائيلي بمعبر رفح الفلسطيني او محور فيلادلفيا واضاف المصدر ان مصر تدير الوساطه بين طرفي الصراع في غزه بما يتوافق مع امنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق هذا واشار المصدر الى ان الوفد الامني المصري يبذل قصار جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين وينسق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحده الامريكيه. الى ذلك اكد البيت الابيض ان واشنطن تتوقع ان تتواصل مفاوضات الهدنه بشان قطاع غزه لعده ايام مقبله. واوضح البيت الابيض في بيان ان المفاوضين مجتمعون في الوقت الحالي في القاهره لبحث وقف اطلاق النار في غزه مضيفا ان الولايات المتحده لا تريد حربا شامله بالمنطقه وتفعل كل ما في وسعها لمنع حدوثها ولفت البيت الابيض الى ان الرئيس جو بايدن كان مطلعا على التطورات بين حزب الله واسرائيل وقت حدوثها مشيرا الى ان ايران لا تزال مستعده وجاهزه لمهاجمه اسرائيل من جانبه اكد وزير الخارجيه بدر عبد العاطي ان وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه يمثل الاولويه التي يجب ان تتكاتف كل الجهود لتنفيذها وشدد الوزير خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاردني ايمن الصفدي على ان التوصل لوقف فوري لاطلاق النار هو الخطوه الاولى نحو خفض التصعيد الخطير بالمنطقه والذي تشهده كل البلاد وقد يقود الى حرب اقليميه هذا وادان الوزيران باشد العبارات التصريحات المتطرفه لوزير الامن القومي الاسرائيلي حول اقامه كنيس يهودي في المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا بادانته والتصدي له. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمان بجفير معتبرة أنها دعوة علنية وصريحة لهدم المسجد المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه وأدانت الوزارة اقتحامات المتطرفين للمسجد وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التحريض الذي يمارسه بن جفير وغيره خاصة إدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا فيما أبلغت كييف عن هجمات طالت خمس عشرة منطقة في البلاد وذكرت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا وتمت إصابة جميع الأهداف. انتهى موجز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.